انا شفته قيس سعيد تقول انتخبك انتخبك الشعب وكيف باش تل تل على اكبر شركه في افريقيا اللي هي لوناس شركه تطهير. هذا الصور نتاع شركه تطهير لوناس. لوناس قول له سيد الرئيس كيف باش تل شفت هذه منسيه قول له ثم ناس راميه جذورها قبل لوناس راميه جذورها هنا قبل لوناس ف 5000 اختصاص 5000 اختصاص والحومه هذه اعتبارها مش موجوده جمله وفتعرفش فيها ثلاثه رؤساء بلديات اللي هو رئيس بلديه رواد ورئيس بلديه سكر وتعرف رئيس بلديه سكر ورئيس بلديه رواد قسم الرامبوا ثور الرامبوا هذه رواد وهذيك سكر ويتعاركوا زوج رؤساء بلديات علاش يتعاركوا حاشاك اعترف زبله جاب لها تراكس البارح اردمها وزيد بعدها رئيس بلديه رئيس بلديه طريانة ثلاثه في ولايه واحده ثلاثه في ولايه واحده كل واحد عنده معتمديه وثلاثه يدوروا في اصفيلية معناتها كي باش يتكلموا تعرف قول له ما هي السوسه هذه ولا صفاقس كي يبدا سوسه وصفاقس يبدا اي وزير طالع السوسه يخبر عليه في التلفزه وكي يبدا اي وزير طالع صفاقس يخبر عليه في التلفزه يقول البلاصه هذه اريانه قبل صفاقس وقبل الولايات انا الرامبوا نتاعي الرامبوا هذا اللي ندور فيه فيه 23 ولايه معناتها كي تقول لي تونس الكبرى راهي اريانه اكبر من تونس الكبرى راهي تونس الولايه واريانه ولايه معناتها اريانه ما يمحوهاش سياسيين كان نتفرجوا يقولوا في 21 نتفرجوا كي تعدوا في المجلس التاسيسي باش تجي النساء تحكم في الرجال راه فما دين ثم دين يقول الرجال قومون على النساء الصوره هذه يعرفوها تبارك الله كلهم السياسيين السر السياسيين الكل يعرفون يقول لهم ما تجوش تركبوا نساء على الرجال وزيد في الوذاعه الوطنيه التونسيه يقول لهم راهو كي تعدوا في الرجال تعدوا الذبان تذكر بركه راه فما سبع كمش الراجل ما تصل المراه وكمش المراه ما يصل الراجل ثم صورات دينيه ما تبذل بها ما تغبوهمش مش تغبوا فيهم اريانا رايك بالناس الكل صور انت لو ناس يداو فيها الناموس وثم كعبات وزرة ناس بعدين يداو فيهم على الناموس واحنا ما يداوناش عليه واحنا قبل الناس مقبل الريان مقبل الولاية بالله توا كيفاش تقاوموا الريحه خاصه ثم ريحه قويه تخرج وانتم تسكن على بعد عشرات او بعض الامتار يا يرحم والديك تعرف جات شركه المانيه وشركه فرنسويه هاو كان دخلك توا الناس جاوا غطوهم على بيت اللي عايش لهنا ما حشيك الدوله اللي كانت مش الدوله هذه حشيك حاسبين حيوانات عايشين لهنا قاعد يداو في لوناس وما يداوناش وانا نتحداهم انا نتحدى اي مدير في لوناس اي مدير في لوناس نتحداه انا الحمد لله اي مدير نتحداه لهنا في لوناس الكل حتى كي يجوا سريق سلم سريق ويتهموا في البلاصه هذه سريق وهم يشدوه مش معناتها لوناس سريق وكان نازل كان توا لوناس غلف اللي مات الله يرحمه شركه تطير هذا اكبر واحده في افريقيا اللي تدخل في مليارات الغاز اللي يخلصوا فيها احنا يدخل فيه انت توا هذا شفتوا الضوء هذا عنده توا جمعتين من الكب جمعتي كما تكلمناش عليه مع رئيس بلديه سكره ما تركبوش وكان وريك المسبات اللي يصبوا في الزبله العشوائيه تو تقعد تضحك على روحك والناموس في الصيف كيفاش تقاوموه هذا؟ ما تحكي الناموس ولا ما غير ما تحكي كما نطلبوهمش احنا باش يدووا ولا ما يدووا كما نطلبوهمش احنا والشيفور تاع الطياره هو يسكن بحذانا اللي يدووا في الناموس وعمناو المسكين توفى ولا تعمناو اي ما نوفى هاو يسكن بحذانا لهنا ما هذا كمان نطلبوش احنا باش يداووه ما يداووش ولا الناس يداووا فيه وكي يداووه سي بون سي في كاس الدواء لا حكايه فارغه ولا حكايه فارغه برفان اكثر برفان هزك البلاصه تو نازل انا يجي المغرب انت يجي المغرب تو نوريك الجيش فوق الدار جيش ناموس مش ايش نوريك ايش العشيه انا ايش نوريك على عينيك مش لازم نحكي لك عسيروا البلديات انا اعطيك حاجه البلديات انا ماذا بيا نتحدى اي رئيس بلديه يعمل كونكور الخدامه نتحداه كلهم داخلين بالرشوه وري وجهي تو يعرفوهم رئيس بلديه سكر شو اسمه الخدامه تاع سكر ورويد نتحداهم اي برشا داخلين ب 10 ملايين تعب هكا ب 10 ملايين و5 ملايين خدام ونتحدى اي رئيس بلديه عمل كونكور للخدامه اللي دخلت تو نتحداهم انا عبد الله وريهم وجهي ونتحداهم نتحداهم عيني عينك زاد اللي تو الخدامه كل اشترى داخله بالرشوه بلديه سكر وبلديه رويد انا 17 مطالب في بلديه سكر وبلديه رويد وبلديه ريان وبلديه المرسى ونتحدى لا ما عندناش عمده احنا العمده والوالي ما عندناش هاو نعطيك علاه ما دفعش 10 ملايين ودخلت وكان نلقى 10 ملايين نحل مشروع انا والله انا 10 ملايين نحل مشروع وانا نضمنك يعرفوها تو شفت كي نتكلم انا رئيس بلديه رواد بلديه سكره يعرفوها مراه اللي هنا برشا ناس لاباس عليها ودافعه باش ياخذوا ولادهم مش وفره